مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في 50-50 كالعاده. اليوم في 50-50 50% من المواضيع السياسيه و 50% من الفقرات الطريفه. باش نرجعوا المؤتمر النداء، باش نحكيوا بالطبيعه على كل هذه المخرجات والكلام الصعيب، لكن باش نرجعوا الى كواليس هذا المؤتمر وخاصه مستقبل حزب نداء تونس. حرب الشاهد على الفساد، هل كانت فعلا حرب حقيقيه تقريبا عامين على انطلاق هذه الحرب ام كانت مجرد تصفية حسابات؟ كتذكروا العديد من نواب الشعب ما عرفوش يكملوا مقطع من النشيد الرسمي، والعديد منهم ما يعرفوش الذكرى الجلال. نحبوا نعرفوا اليوم المؤتمرين نتاع نداء تونس يعرفوش وقتاش اندلعت احداث 9 افريل، المكيف السياسي بالطبيعه والعديد من الفقرات الاخرى. عربيه مساء الخير. مساء النور، اهلا بك. في فورما؟ الحمد لله ان شاء الله. الله سي بارودي وينك؟ مرحبا سي مرحبا بك سي محمود. مرحبا سي معز. استنى خلينا نشوف شنو نسميك، قيادي عضو شنو اسمك في تحيه تونس؟ ماكش قيادي، عضو قاعدي. قاعدي خاطر مري من هكا من اللي كنت في القيادات وطلع حزب اخرى تلقى روحك قاعدي. في هو مشروع ساهمنا في بنائه ومازلنا مساهمين في بنائه، ومازلت وقت اللي يصير المؤتمر وما الى ذلك تتحدد القيادات وتتحدد الاعضاء. خاطر ما يخرجوش بيك برشا في الاعلام عكس بعض القيادات الاخرى. بالعكس انا ما نحبش نخرج. وقت اللي استدعيتني سي معز انا مرحبا فرحت. بارك الله فيك سي معز. شنو في؟ مرحبا. مساء الخير. مرحبا. عندنا اليوم عندنا ما نضحكوا مؤتمر النداء. عندنا في مؤتمر النداء مسكين السيد تاني ديزي محمد رمزي خميس. مساء الخير، مرحبا بك معنا اليوم في 50-50. حضر لكم برشا حاجات في المؤتمر تاعكم بالك على روحك. المؤتمر كان مفتوح، مش كله، مش كله كان مفتوح. هو كان جو حاجة البالي مفتوح فيه نجم احنا نخرجوا منه برشا حاجات اكثر من كان مفتوح. احنا دخلنا في لحظه معينه انه الساده ممثلي الوسائل الاعلاميه نواب المؤتمر معنا. هذه سينا من الساده احنا، لا ساده ممثلي الاعلام، احنا صحفيين. مرحبا بينا، خلينا نحكي مع بعضنا ديريكت، لا ما غير ساده ولا ما غير واحد. محمد عبد القيادي بتاع الديمقراطي، مرحبا بك معنا اليوم في 50-50. هيثم لاباس؟ مرحبا. باهي هولندا؟ ما تخيبش، ما تغشش فايبر ياسر تو تشوف من بعد علاش ما تغشش. قال لك ما فرحناش ياسر برئيس اسمه حزب شنو؟ حزب الورق. حزب الورق، هذا اختصاصك عاد تعرفه خير بدي. تنوفي باش نبداو بالسي محمد عبو، مرحبا بك. اهلا وسهلا. انا عندي لك مفاجاه ليله. مرحبا. بعد ورده وبليغ حمدي، بعد ماريا كاري وباستراميس، عندنا ديو جديد ليله، ديو مفاجاه. انت يمكن ما في بالكش بيه خاطرك لاهي بالتيار الديمقراطي، بينما مدام ساميه عبو ابارامون دورتها تيار فني وعطاتنا ديو هايل مع يوسف الشاهد. لا فيك وفي انا، لا في النخبه نتاعنا، لعيبه متى يتعامل معنا على احنا سامحني بكلمه ديكون. احنا ديو هايل، احنا متخلفين. احنا ديو هايل، احنا سامحني بكلمه ديكون. منشموش ليه فيك وفي انا، احنا سامحني ديكون. ليه النخبة متاعنا منشموش ليه فيك وفي انا، احنا سامحني ديكون. احنا فوضى زعبالي، قلة نظام، امور غير منظمة، هيمنة على الاعلام. احنا وزعبالي، خلت نظام، أمور غير منظمة، ومشي هزونا. احنا منشموش، احنا منشموش، احنا منشموش، احنا منشموش، احنا منشموش. هاسي محمد تصلح المدام في البيدان الفني، صوتها باهي. كان جات مغنيه شكون حسب رايك تطلع؟ كان جات مغنيه شنو؟ شكون المغنيه اللي تنجم تكون؟ تنجم ساميه؟ اي الزمن الجميل عاد شادي. لا تحكي معايا انا كان على الزمن الجميل، الجمل الاخر راك عندك قدامك سي هيثم المكي وعندك ايه. قدامك الزمن الشنف. تاعي جميل. لا لا موجود جميل ياسر. كل ازمنه فيها شيء. اعطينا شاديه. شادي نصور ايه. وانت عبد الحليم تولي وقتها في فيلم تولي في فيلم على البسكليت. ايوه مع بعضكم. هيا طلعها الاغنيه. الاغنيه شو؟ على البسكليت. علشان احنا مع بعضينا. علشان احنا مع بعضينا ولا بالضبط هكا كان مع بعضينا. باش نبداو توا بنداء تونس، البعض بالطبيعه من ردود الافعال بعد هذا المؤتمر، مؤتمر النداء في هذا التقرير وبعد نرجع. المؤتمر هذا
فيه كل الإخلالات، ما ثم حتى احترام لأبسط الإجراءات، لا في الطعون ولأبسط الإجراءات، لا في احترام الترشحات، مناضلين وقع إقصائهم، ناس أخرين قيناهم في القائمات ما نعرفوهمش، عمرنا ولا شفناهم، عملوا لهم بطاقات، ناس أخرين كانوا موجودين في أحزاب أخرى وفجأة راهو كله بخوفي، وفجأة نلقاهم موجودين في قائمتنا في اللجنة المركزية. لجنة مركزية قدمنا طعون موقع وقع النظر فيها بصفة يعني مش ابتذالية، يعني أبسط الشروط ما هيش متوفرة. حزب كيما نداء تونس ونحبوا بالحق نتطلعوا للغد الافضل ونشوفوا الناس ونوريوا الديمقراطيه للعالم ونحيوا الفكره السيئه. 8 سنين ثوره لتو ما استقريناش حتى في احزابنا، وكل الناس تمشي للمنابر تقول كلام وترجع تطبق كلام. إيه ثم طعون ثم شكون باش ينسحبوا؟ اعتقد ايش اسمها، علاش هما باش ينسحبوا؟ لخاطر ما ثماش حقيقه، فهمت علاش؟ لانه احنا خايفين باش نرجعوا لنفس التمثيلي. في صدمه ما نجمش نقول لك شنو اللي قاعد صدمه، خاطر الحقيقه فما اخلالات على مستوى القانون الانتخابي. في العاده معناها احنا تعودنا من شو اسمه حسب المجله الانتخابيه 48 ساعه بعد 48 ساعه والبت في الطعون يقع معناها شو اسمه هو المرور للانتخابات. عايز محمد، مناضلين عمرنا ما شفناهم، طعون الناس الكل كانت في المؤتمر، وهذا المؤتمر اللي حبيتوه يكون مؤتمر الالتزام والاصلاح. سؤال مباشر نحب جواب مباشر، هل كان بالفعل مؤتمر الالتزام والاصلاح؟ والله كان بالفعل مؤتمر واضح وشفاف، وتمت فيه العمليه الانتخابيه في جزء كبير منها بالتوافق وجزء اخر بالانتخاب، والانتخاب كان مفتوح معناتها وواضح للوسائل الاعلام للقائمة المشاركة، ما وثم طعون تقدمت وثم هيئة أو لجنة للمؤتمر نظرت في الطعون ومعنتها اللجنة هذه أعلنت عن القائمة النهائية لأعضاء اللجنة المركزية. للتوضيح أنه القائمة هذه تتضمن أشخاص رشحتهم جهاتهم، يعني إذا كان جهة رشحت ممثلين عنها ما شنو الموقف وشنو اذا كان القائمه الاخرانيه نتاع الهيئه التاسيسيه بالتوافق على الطعون، ما هذه الكل اللي صارت مداكم متفقين على خلينا نفسروا للناس اللي توما صارت فما كانوا زوج شقوق اخرين في وسط في وسط المؤتمر هذا، علاش صارت الطعون اليوم؟ لا احنا نحكيو على اللجنه المركزيه تولى، وانا سالتك على الهيئه السياسيه على الطعون اللي صارت عليها. الهيئه السياسيه تقدموا زوج قائمات، هاي قائمه لا تستوفي الشروط باي. وتم الاعلان في الاجتماع اللجنة المركزية من طرف رئيس لجنة المؤتمر على أنها ما تستوفي الشروط، وصاحبها وفسرت شنو الشروط اللي ما تتوفرش فيها، ومقدم اللجنة قائمة سيناجية واعترف معناتها بالشيء هذا وقبله. ثم تم الإعلان عن القائمة الثانية اللي هي توافقية وتم التصويت عليها بإجماع أعضاء اللجنة المركزية. به معنى انت بالنسبه ليك المؤتمر هذا معنى كل هالزوضاء كل اللي اسمه فيها والتصريحات الاعلاميه والبلاتوات التلفزيونيه والاذاعيه الكل اللي تشكك في المؤتمر وفي النتائج بتاعه الكل بالنسبه ليك انت نجح المؤتمر، مؤتمر ذا الالتزام والاصلاح. نحن نعتبر ان المؤتمر نجح. قلنا نحن المؤتمر نحن كفي نداء تونس معناتها هاو فما عباد اخرين في نداء تونس راهم اكيد كل عمليه انتخابيه فيها ناس مش قابل، هذه سنه الحياه، ما ثماش كمال للمولى سبحانه وتعالى، ما ثماش ناس باش تقبل 100%، ونحن كحزب معناتها اعتمد الديمقراطيه، وفي الديمقراطيه ثم ناس غاضبه وناس راضيه. موجود الديمقراطيه علاش ردود الفعل تكون بالطريقه هذه يا سي محمد؟ والله ردود الفعل كانت بالطريقه هذه معناتها ناس ما وصلتش للنتيجه اللي كانت ترنوا لها، ثم شكون يقبل؟ مازلنا في دربه، مازلنا عندنا 8 سنين على الثوره من الديمقراطيه، معناتها مازلنا في بدايه الطريق. قاسم محمد عندك اشهر وانت بتحكيوا على المؤتمر، اشهر وموعد ويتلغى وتعاود ويرجع، الناس كانت تستنى انه في نهارين تعملوا مؤتمر تخرج الناس فرحانه، الناس الكل اللي ربح ربح واللي خسر خسر. احنا عملنا مؤتمر الافعال اللي يشوفوا فيها ماهيش مؤتمر ناجح. احنا عملنا مؤتمر في 5 ايام مش في نهارين، من نهار الجمعه في الليل احنا موجودين، وتمت اشغال المؤتمر وتم حفل الافتتاح، وكان معناتها حفل ما تصوروا حتى حد، لانه
العديد من اللي قالوا أنه نداء تونس انتهى، نداء تونس في موت سريري. شوف حزب انتهى وحزب في حالة موت أو في موت سريري، ما ظهر ليش حاجة ناس تتعارك عليه. نعرف الناس تتخاصم وتتعارك على حاجة ثمينة، إذا ما دام تم عارك على نداء تونس ولا غنيمة لا. حتى الناس تتعارك على الغنائم. نداء تونس ثمين ونحن نعتز بالشهادة. قبل ما تاخذ كلمة سامحني معز، باش تفسر استقالة أسماء أبو الهناء على قفصة، النائبة اللي على قفصة، منذ قليل يعني ونحن نسجله في الحلقة أعلنت استقالتها على الباج فيسبوك متاعها، ولكن أعلنتها بتدوينة غريبة فيها ياسر غضب، وذكرت بالاسم سفيان توبال وقالت له هاني خليتها لك. يعني وين الديمقراطية في نداء تونس إذا كان نائبة تستقيل بالطريقة هذه وتعلن اسم سي سفيان توبال وكأنه فما ديكتاتورية كبيرة في ال شوف هما حاسين الهيئة احنا توخينا في اللجنة المركزية وفي الهيئة السياسية التمثيل الجهوي. كل جهة تكون ممثل، وعملنا في شيء هذايا بالنسبة للجنة المركزية التمثيل الجهوي كان بعدد من الأعضاء عن كل جهة يساوي عدد أعضاء مجلس النواب الموجودين في تلك الجهة. حتى عدد أعضاء الهيئة السياسية هو 217، نفس العدد في مجلس النواب مع تمثيل الخارج أيضا. بالنسبة للهيئة السياسية 24 ولاية مع تونس واحد وتونس اثنين في تقسيم الانتخابي وصفاقس واحد وصفاقس اثنين وغير ذلك، والخارج ما نجموش نتجاوزوا عدد نائب عن كل جهة كل ولاية. دونك في نسبة لولاية قفصة سفيان توبال في النشاط الحزبي في القيادة متقدم على أسماء أبو الهناء، وقائمة قفصة بينها ما بين السطور، مش على أساس أنه سفيان هو اللي وعاد جايين فاز. أنا مش نحكيه وش نحكيه بين السطور مش نحكيه على كل شيء. هيثم أخي نسمع هيثم كيف الشريط تتيلو معنى بصراحة ما ريتش حاجة تخليني النجم نبني عليها برشا. أنا نحب الساعة قبل كل شيء نفهم حاجة برك. المؤتمر هذايا سي رمزي ماذا بينا نفهمه شنو اللي تبدل في النداء بعد المؤتمر هذايا؟ يعني حتى التو نداء تونس شفنا صارت فيه برشا مشاكل، وديما كان فما خلافات بين توجهات مختلفة في الحزب اللي تسميت شقوق إلى آخره، وكان كل مرة فما عندنا حافظ قائد السبسي من جهة وجماعة أخرين من جهة أخرى. والحزب تفرط انتر تاون ومشات الناس كل واحد على الحزب واحد وكل واحد مشى على رواه. تو حتى من رقم السابق نتاع المؤتمر من اجل الجمهوريه توصلوا 6 احزاب تفرعوا منه ما عادش 5. سي محمد راه ما يحبش مختصر لحديث. لا سي محمد ابو زاد هو بيدو عنده حزب وخارج من حزب. هم كلهم عندهم هكاك كي تجي تشوف، حتى الاخ محمود البارودي عنده عنده في البي دي بي خرج التحالف وقبلها كاو سي بير صغير وقتها كنت صغير وطايش وقتها صغير وطايش شو تعتبرها غلطة شباب؟ لا لا ما نعتبرهاش غلطة شباب ولكن قمنا بنقدنا الذاتي فيها وتجاوزناها. ولكن الأحزاب هذه الكل هيثم ترى ليش خرجوا منها؟ كما المؤتمر خرجوا منها العديد من الأحزاب، في البي دي بي زاد الحزب الديمقراطي التقدمي خرجوا منه حزب أو زوز، خاطر احنا خرجنا التحالف الديمقراطي ومن بعد اللي قعد من الجمهوري التحق بتحية تونس. هذه ناتجة على الجمهوري ايوه قعد الجمهوري هي ناتجة على تسيير طريقة التسيير داخل الحركة الديمقراطية الحركة الديمقراطية. لا هو اختار هو اختار وحده احمد نجيب شابي احمد نجيب شابي اختار انه يخرج ويأسس الحركة الديمقراطية نتيجة التسيير. خلي كلمة خلي كلمة. السؤال هو شنو اللي يخلينا نقولوا انه نداء تونس ابتداء من تاريخ المؤتمر باش يولي حزب جديد ويولي فيه لحمة؟ شنو اللي يضمن لنا انه غدوة مش باش تعاود ولا حتى مش تو تعاود تصير فيه نفس المشاكل ويعاود يتفتفت مرة أخرى؟ اللي يضمن لنا أنه احنا انتقلنا في المرحلة هذه احنا مرينا بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة المؤسسين، ثم انتقلنا إلى مرحلة ما يعبر عنه بالتوافقيين، معناتها مؤتمر سوسة أفرز قيادة توافقية وعلى وأنا كنت فرد منها في الهيئة السياسية. الآن مررنا إلى مرحلة أن القيادات المنتخبة شو يبدل شو يبدل شو يبدل نعم شو يبدل ثم مؤسسات مازلت عندكم ناس غاضبة ومازلت عندكم ناس مش فرحانة ومازلت عندكم شقوق في داخلكم. حتى القائمة بتاع 32 نقول لك خلينا نحكي معاك يمكن أنت بتحبش تقول فيها 9 من الناس تابعين حافظ والبقية تابعين توبيل. ما تبدل حتى شيء شو اللي تبدل معناها؟ لا ما تابعين حتى حد، احنا ما تابعين لا احنا تابعين حزب حركة نداء تونس و
نعرفوا شنو نقولوا واللي حتى انا نعرف شنو ايه اذا كنت نجم لا مانيش نتبلى عليكم لا لا مش تتبلى اما انت مختارت اللفظ غير المناسب نجم نكونوا متوافقين متفقين في الاراء في التوجهات شنو نرى للحزب شنو نخمموا لتونس في المستقبل شنو نحسوا لحزبنا بعد عديد الضربات اللي قلتوا عليها انتم واللي تسمات شقوق وانقسامات اللي صارت لنا ما عادش نحبوا نعانيوا منها نحبوا نمشيوا في اطار نتاع تجميع في اطار نتاع انفتاح ثم عقبات في إطار الانفتاح تمنع ناس من أنها تلتحق من الحزب ذا ثم أشخاص بعينها معناتها تمثل عقبة في إطار توسع الحزب الحزب ما كانتش فيه مؤسسات الآن الحزب فيه ثلاثة مؤسسات فيه المجلس الوطني فيه اللجنة المركزية هي اللي هي القيادة الشرعية ما بين المؤتمرين وفيه المكتب السياسي اللي باش يقوم بتنفيذ توصيات وقرارات اللجنة المركزية بلا هيثم الكلام تسمعوا الكلام كيف والله زيادة. هو نظريا نظريا زعما في بعد باش تشوفوه هذا باش يصير ما تلتزم خدام العباد راهو ما تلتزمش تعرف شنو لازم يقع ما تقولش راهو تطبيقيا باش يقع بس عبالك معنا سي محمد راهو تلتزم هكا قدام الناس راهو اللي باش يصير الكل مستقبلا باش يكون في صالح نداء تونس وفي صالح تونس وحتى الغضب اللي صار لانوي بورت كونسي باهي سي محمد حسب رايك تراش بانه هذا ما بين ظفرينا ما تعجبكش نهاية طبيعية لحزب تعمل على أساس بأنه يأخذ من اليساريين من النقابيين متساترة متجبعين أنه النهاية طبيعية أنه أولا تبنى الحزب على خصام محركة النهضة اليوم ما توافقوا في هذا الموضوع وصارت عديد الانشقاقات أنه النهاية طبيعية لأنه الحزب ما تبناش على فكرة لا شوف هو انا مش عارف هو حزب حاكم ولا خاطر انا في العاده الاحزاب المعارضه ما ننتقدش لا حد لو فهم ايش قلت حاجه بس نعتبره معارض البارح الى حد البارح كانوا في المعارض وتوا وكانوا يوسف الشاهد به ويوسف الشاهد عليه ويوسف الشاهد اخواني ويوسف الشاهد تحالف مع الاخوان واحنا في المعارضه وقالوها في المعارضه قلتوا في المعارضه البارح كي جاء السيد الباجي قائد السبسي وقال ارفعوا التجميد على الواحد ولا رجعوا في الحكومه ولا سي سنن عندي تصريح قالوا سي الحرباوي اليوم اش قال فيه بالله يذكروني ما تسناش الحكومه تسنى اش قال تسنى دقيقه بركه يوسف الشاهد خونا هكا ولا في نار ولا اخوهم ونحن استجبنا لدعوه بونا ولا بالحق ولا تصريح اليوم في شمس فين ورجعناه ورجعناه هكا تو معناها رجعوا في الحزب تو حزب فهمت رجعوا في السلطه دونك على مسؤوليتك هو حزب حاكم هذاك علاش مش على مسؤوليتي اش دخلني انا ما في التصريحات انا اش دخلني رجعوا الحزب معناها هو رفعوا له تجميد اي دونك ما رجعوش رفعوا له تجميد معناها يعتبر وجاوبوا اليوم جاوبوا جماعتك جاوبوا قالوا ما يرجعش هو ما رجعش وماهوش ناوي باش يرجع المشكله هو في حزب حاكم اليوم نداء تونس في الحقيقه أصبح حزب حاكم علاش؟ لأنه عنده ثلاثة وزراء موجودين في الهياكل المنتخبة لحركة نداء تونس اللي هما سي حاتم الفرجاني سي رضوان عيارة وسي عادل الجربوعي سمعني حاجة كيفاش هو حزب حاكم رئيس حكومته بعد ما يرفع له التجميد يقول انا لا ما نرجعلوش الحزب هذا لا لانه فما خلافات مش لا نحكي لك رئيس الحكومه نتاع الحكومه اللي هو يكون رئيس الحكومه فما خلافات ما تتحلش بمجرد تصريحات بعد التشكيك وبعد الثلب وبعد الهتك اللي تعرض له يوسف الشاهد وانقلابي واخواني وتقال فيه معناتها الكلام الكل ما ينجمش بين نهار وليله بعد تصريح سي باجي قايد سبسي اللي نثمنوه في نهايه الامر ما تنجمش ترجع الامور الى طبيعتها بالطريقه هذه. نسمع سي محمد مقاسين عليه. لا لا صعيب هو العوده صعيبه. علق روح علق اليوم سليم العزابي. لا لا سامحني انا واضح انا ما سمعتش يوسف الشاهد علق على سليم العزابي قال يوسف الشاهد لن يعود او السيد قال لك لن يعود او قدامك فما المنسق اساله قدامك قال لن يعود او لا يعود شان يخص يوسف الشاهد فقط لا غير لكن هو حامس مشروع هو حامس مشروع لا محمود لا لا ما تكلمش باسمه لا ما تكلمش باسمه ولكن فما مشروع سي محمد رئيس الكتله ما ظهرليش اللي هو نطق رسمي لا سي رمزي هذاك هذاك ولكن فما مشروع فما مشروع هو حامس مشروع يوسف الشاهد كريدي نجم نتكلم معكم كلمه سي محمد ولا ممنوع خاطر عاقل معناها خاطر عاقل هكا واحد لازمك تفكوا له الكل لا لا عاقل هادئ معناها نقصد هادئ نبي نحكي على الطيار اما مادام جبدنا على حزب اخر في الحكم هو مادام في الحكم خلينا ننزلوا عليه شويه في الواقع نتاعو. انت تو جبت مثل قلت يسار ويمين وتساتر خي هذه المشكله تو انت سميت زوز اسامي مع كامل احترامي لهم يا اخي الفارق اللي بيناتهم هما كون انتماءات ايديولوجيه مختلفه ما عندها حتى علاقه بالايديولوجيا. جزء كبير من الطبقه السياسيه اليوم في معظم الاحزاب ولا في جلها
ورا في رأي معناها في نداء تونس اللي قلته في 2014 المسألة مش قائمة على ديولوجيا، قائمة على المنفعة، على المصحة. حزب عنده إمكانيات مادية كبيرة غير واضحة وينجم يطلع النواب، العركة هي الكل باش تولي الناس نواب. هو المقترح كانوا نعملوا برلمان كبير 217 ما يرضي حتى حزب، يولي برلمان في 50,000 في 10,000 نائب، تو تشوف الناس كل ترضى، اما ما دام فما 217 سيتصارعون بالضروره. هذا هو حال نداء تونس قراءتي ليه عام 2014 وتحققت، مش معناها تنبا، هذا هو الواقع. اي ما دامك تتنبا حسب رايك هل انت هذا الحزب ام مازال؟ لا مش باش نعرف بصراحه. شوف ما دام فما امكانيات ماديه كبيره، لا تنجم تفهم في السياسه، تحلل في السياسه، ما دام فما امكانيات ماديه كبيره وما دام فما طموح عند الناس كانوا يطلعوا في التشريعيه باش يقعدوا معاه، ومادام فما شكون ينجم يقضي للناس ويحل لهم بعض المشاكل الى اخره، اسماء كبيره داخل الحزب ما باش يكون عنده ناس امكانيات ماديه. اخي توا شوف راهو عمركم ما حليتوا ملف الاحزاب بشكل عام، علاش نداء بالذات؟ تما ناخذ نداء ساعه عندك تمويلات عندك طمع يجيب بعض الناس يقول لك معايا فلان ويقضي لي وكذا وعندنا وزراء وعندنا هذا منطقه قاعد يمشي توا كيما سي يوسف ولو باش نهرب شويه الموضوع عنده شويه حدود حسب الظاهر، مش نحكي لي سونداج الناس يصير تلاعب بهم جزء من الحدود نتاعو. بس سامحني فما صرتوا في المشروع نتاع لي سونداج قدمناه المشروع عنده جي 3 سنوات ماذا مازال في الرفوف ما حاجتهم مازال في الرفوف. اما نرجع لك الموضوع مثل سي يوسف علاه ما استقالش قبل المده؟ لانه فاهم اللعبه تسحقش عبقريه كبيره راه ما دامك في السلطه تجيب الناس معاك مديرين عامين تصور يمشي الجهه من الجهات يوجهوا استدعاءات للكفاءات وللادارات الجهويه المديرين يقول لك هذوما كما نحضرهمش يصير فيا ما يصير. عقليه الخوف رجعت طمع تبارك الله عليه لم يغادر هذه الارض تاريخيا من اللي نقرا في التاريخ وانا عمري ما ريت طمع نحو سيما امام هي حكايه في الدول المتقدمه. محمد حكايه الفلوس هذا والتمويل هذا راهو تقول لي الاعلام مثلا كيفاش باش يخدم عليه ما تنجمش تفهم فما برشا حاجات باش تفهمهم راهو. اول حاجه نكمل هذا فما ساعه من الخارج ساعه ديريكتومون حاجه تمشي مثلا عندك حزب يخلص في شركه بتاع كوميونيكاسيون 50 مليون دو دولار يخرجوا من برا يقول لك انا هذوكم انصاري في الخارج وعندك كراهه بتجي من الديوانه قد فكات هذا انا نقول لك حاجه اخرى من الامارات ولا خرج بفلوس ما نعرفش احنا كيفاش نتبعوهم الامور هذه انا خرجت في مطار باريس ب 100,000 يورو في فليج تذكر هذا سي محمد سي محمود ولا لا ولا خاطر توا وخيان في تحية تونس مع جماعه مع شكون مع الجماعه الاخرين لا 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 خلي سي محمود نهار تحب تعرف الموضوع هذا اكيد ما فماش باش يجيب لك وثائق الى اخره اما الشهود وحكايات ومصادر راك تقى بلا يجيب وعندكم امكانيات عندكم امكانيات شوف عندكم امكانيات لا تتوفر الاحزاب السياسيه اللي هي متكونه من ناس تو كيفنا نحن ما عندناش ناس متفرغين لهذا الامر امكانياتكم اكثر قناه كيما هذه عندها امكانيات ساعه بالمناسبه حل بارونتيز برك قناه جديده ربي يسر نحبوكم ديما تواصلوا في الخط هذا خاطر اللي تعودنا عليه في تونس تبدا جديده ومحلاها ومحايده وموضوعيه وبروفيسيونيل بعد سيطره زايد والعمل وهو بارونتيز بركه والله مهمه خاطر اول مره نحضر معاك. نقول كلمه صغيره في الموضوع هذا الاعلاميين بصفه عامه مثلا كان جينا نحكيوا على الثقافه راهم يسالوا على الشقيقه والرقيقه معناها راه يقول لك الفنان هذاك قداش الكاشي نتاعه وقداش جبته والحفله الفلانيه قداش تكلفت الى اخره ويتبعوا الفلوس على الاخر ماذا بينا نحاولوا في الفلوس نتبعوا السياسه ابسط حاجه هاو باش تبدا الحمله وكل شيء تو نشوفوا اجتماعات ببهرج كبير وبرشا امكانيات ترصدت لها نجموا نحاولوا ناخذوا كلكو دو في باش نكريو نفس السونو ونفس الساله ونفس البلاصه ونشوفوها ببري قداش تكلف هذيك برك باهي نعطيو حق جوب مش فما رئيس حزب صار له تمويل من الخارج مش رئيس حزب مرشح مرشح الانتخابات رئاسي فين وصلت فين وصلت حتى بلاصه وهذا تقرير دائره المحاسبات مش تسريب وين وصل عنده وصل سي موز نحن مش نحكيو على هذه نحكيو على سلطه اخرى مسمينها السلطه الرابعه مش قاعد تخدم فيه الكفايه في الموضوع هذا اخدموا فيه الكفايه في الموضوع هذا لمصلحه التوانسه والله كان عندك كان عندك قلت ما شهود في الموضوع هذا هات خلينا نتبعوا خيط بياسون اسمع كما انا مش فينا سته هنا في الطاوله حتى حد فينا سته هنا في الطاوله واللي والناس اللي تهفتهم في السياسه ما يعرفش انه فما احزاب تتلقى في اموال من الخارج ومن الداخل وهكا ولا سي محمد ولا في بالكش انت لا لا انا باش نقول حاجه برك ونعطي معطى احنا بين 2014 واليوم 50% على الاقل من مقراتنا في نداء تونس اغلقت لا انتم مش خالصين ومش خالص لا لا تو فهم برشا فلوس عندنا التمويلات الكبيره عند جماعه البارودي عندهم برشا فلوس احنا لا خاطر هو سي مختار اسمع سي محمد عندكم مقرات فخمه واموركم باهيه مع نداء تونس احنا الحمد لله هات شوفوا فلوسكم اللي قاعده جايه انتم مازال خلي بربي معز كمل اقتراح مش خاص كان في القناه هذه يخموا فيه ناس مو باش يعملوهم بالمناسبه ونجموا يتلاعبوا بيه مساج خلينا نبداو به مثلا طيار عمل المؤتمر الاولاني نتاعو تو نحن المؤتمر نتاعنا الثاني نهار 19 في الشهر هذا
المؤتمر الاولاني طاير عام 2016 دوما كمل مش دوما كمل ضالي ونحن مجتمعين وهبطت في التابلو حاضرين معنا ضيوف وسفراء وغيره. هاو التكلفه نتاع المؤتمر بلي عملوا هنا الحكايه دي اللي قال لك عليه هيثم راه مهم برشا. تو انت ما عندكش امكانيات باش تعرف الاجتماع اللي مثلا عملوا نديه تونس قداش يتكلف. انا نهزك الواحد يعطيك ما عندكش انا نعرف لا يعني. نجم نطلع انا اسهل منها ما فماش شيء يستخدم شيء يقولوا لك واعمل هي ما كيفاش نربط انه الفلوس هذيك هي مال جاي من الخارج ما زاد من المفروض زاد يمشيو في القاعده نحن طلبوا بس صحيح القانون راهو الناس تجي تقول لك يا سي محمد فما ناس تجي تقول لك راهو فما كاش يدور فما كاش فما فلوس من الخارج فليجات قاعده تدخل للبلاد منين باش نلقاها انا كيفاش تخلوك شكون سهل له كاش وصل له وحزب كبيره راهي متهمه بهذا يا راهو النداء والنهضه وتوا تحيه تونس معناها واضح تقارير الهيئات الرقابيه قالت انهم تجاوزوا سقف الانفاق الانتخابي معناها هذا ثابت بلا اليوم بالذات سمعت في نبيل بافون في قناه تلفزيونيه اخرى يتكلم في الموضوع هذا قال باش نكونوا صارمين في هذا الموضوع انا نتمنى كون يكون موجود سي نبيل مش تفدليك خاطر بعد فما هي فرعيه في احدى الولايات في البلديه اللي فات قلنا تصرفوا انتم جيبوا لنا دليل ونفهموا ما عندوش امكانيات لازم تتوفر الامكانيات بما فيه الكفايه اذا يحبوا يتبعوا الموضوع هذا فما تعمد في انه الامكانيات ما تتوفرش سي محمد والله نقول لك بصراحه هو زاد راهو فما قاعده اسمها اللي يسرق يغلب اللحاح هذه سهل نعطيك مثل فما 100 كهرباء لوكاسيون وفما اربع برك مسجلين في الحسابات ال 96 هذوك بتكلموا يقول لك انا جاي واحد مش بالضروره داخل الحمله، فما بعض تلاعب يصير في اشياء كيما هذه، لكن رغم ذلك فما دي كوبون نجموا يتعملوا راه تنجم تعرف ان هي الشركه هذه، فما حاجات تنجم تعملها باش في الاخر تنجم تربط هذا بهذا، مالوريزمون هذا ما صارش لا في 2011 ولا في 14 ولا صار في 2015 لانه ما فماش اراده لا طبعا تو نكونوا بصراحه نحكيو ما فماش اراده بالطبيعه علاش خاطر عاده اللي يحكم هو اللي يسمع في السلطه انت حزب في السلطه وعندك الفلوس تحب فما اراده بانه الناس تعرف الفلوس من قاعده تجي للاحزاب هذيا خليني نوضح لانه المساله مهمه راهي ما تهمش تحيه تونس ولا نداء تونس يجا من بعد الثوره الى حد هذه الساعه الحزب اللي انا كنت نتميل وقت اللي انا كنت صغير كما قلت لك اللي كان ينتميل سي محمد في السنوات الاخيره واللي كان ما خلطوش على بعض هاي لا خلطنا على بعض خلطنا على بعض وفي المؤتمر كان رئيسه سي موسف المرزوقي ذكروا الاموال الطائله اللي جات سي موسف المرزوقي حزب المؤتمر من الجمهوريه من اطراف اجنبيه وتونس كامله تعرف منين والتمويلات كانت تجي من بعض الدول منين منين باش تحكي لي بالبعض منين راك تحكي في موضوع خطير راك تحكي في معطيات لان خلي كمل كمل فيه كمل معناتها المشكل لا مو سهله وتعرف علاش خويا لا كي تحكي على محمد كيما انت تو قاعد توجه في اصابع الاتهام لبعض الاطراف لمن ظهرت عليهم علامات الثراء وظهرت علامات الثراء في وقت من الاوقات على بعض الاحزاب الاخرى اللي كانت في السلطه دونك الموضوع انا هو اللي كان في السلطه الموضوع تحكي وقت السي بي ار في السلطه وقت السي بي ار كان عنده رئيس جمهوريه لا سمح لي سي بازم سرجالي لهنا خاطر يحكي على فكره انا موجود اي انا ما قصيت عليك سي محمد سي محمد سهل تولي الناس كل كيف ماناش كيف كيف سي محمد ريت ريت سي محمد كي اما ماناش كيف كيف نحب نقص عليك باش نقول لك ماناش كيف كيف لا ما يسالش ريت وقت اللي نوجهوا الاتهامات سهل نوجهوا هذاك حاب تقول للتوانسه رانا الكل كيف كيف انا نحب نقول لهم رانا ماناش كيف كيف لا سي محمد خليه نرجع لك سي محمد بس ما يسالش معناتها انا موسع بالي وسمعتك لا المشكل انه احنا سهل نوجه الاتهامات بطريقه هكا او باخرى ولكن نجم نقول لك انا راه كل واحد ينجم يوجه الاتهامات للطرف المقابل ليه وللخصم السياسي نتاعو نجم نقول لك انه رئيس الجمهوريه وقت كان في وقت من الاوقات موجود في حزب المؤتمر من الجمهوريه كان حزب المؤتمر من الجمهوريه تجيه اموال طائله من الخارج سهل وظهرت علامات الثراء عند العديد من القيادات بالله منين بالله شويه بالكل منين خلينا مش هذا موضوعنا منين هذا موضوعنا شو موضوعنا منين هذا لب الموضوع منين شويه معز بشويه صار ولا صار ولا اللي هو صار اغزر اغزر قال لك صار قال لك صار وكما قال لك الحزب خلينا نكمل في الفتره بالضبط بربي خلينا نكمل في الفتره من بين 2011 الى 2014 وكان يقول سي معز قبيله اللي كنت طرف معاه في الحكم في الوقت من الاوقات كانوا شدوه الراجل ب 100,000 دولار ولا 100,000 يورو كان معاكم في السلطه وكان معاكم في الحكم لا وما خرجتوش وتعرف كيفاش تقول تعرف كيفاش تعرف كيفاش القضيه صارت هذيك كان مسافرنا في فرنسا وسافرنا في فرنسا مشى للمطار وقال لهم هذه تابعه وزاره الخارجيه وهذا كان فلوس تعرف هذه في التاريخ موجود وسمعت صارت اكثر منك معناتها في وقت من الاوقات كنتوا حلفاء الاطراف هذوما اللي تورطوا هما في وقت من الاوقات واحنا عندنا موقف منهم المشكله مش هذه سي محمد المشكله اذا تو تحب اللي انتم تو معاهم حلفاء هكا لا اذا نقدموا كيفاش نجموا نقضيوا على هالظاهره هذه صحيح انا نمشي لك اكثر من هكا اي تحب نحكيو في الرسمي كل الاحزاب عندها صفحات تلقاها سبونسوريزي كي سبونسوريزاسيون بربي ما يسالوش التوانسه منين قاعده تخلص هذيك
وانتم منين تخلص؟ انتم منين تخلص؟ انتم منين تخلص؟ اسمعني اسمعني، اجي نحكي اجاني ليالي، اجاني ليالي، ارجع لي ليالي، صفحات اجاني ليالي، دقيقة محمود، يا محمود دقيقة، انا مانيش ندافع على يا محمود، انا قلت انا حطيت صبعي على مشكلة أساسية، اللي الأحزاب الكلها هذيا ما تنجمش تقول لي لا تحيا تونس، لا التيار الديمقراطي، لا نداء تونس، لا بعض وسائل الإعلام، لا بعض الشخصيات السياسية، لا بعض الشخصيات الاقتصادية، هذيا كلها قاعدة تستعمل فيها. علاش تحكي على السبونسورينغ؟ على السبونسورينغ قضيه مهمه برشا معنا. لا لا مهمه تي ما فلوس خارج سي محمد، شكون قال لك ليه خارج ملاونين هبش نعطيك الفلوس بسيطه برشا كي يعطيني الكلمه سي معز، هبش نعطيك الكلمه انا ما تهمنيش السبونسورينغ حكايه فير يعطيني قول يا معز تقول لنا كي السبونسورينغ معناتها السبونسورينغ اليوم يا سي محمود اليوم ولات الرياضه رقم واحد عندكم السبونسورينغ هذا وباجيتكم معروفين وكي تحبوا تسبوا ناس كيما التيار الديمقراطي وتبدلوا له اللوجو نتاعو يا بتسبونسوريزي ومريقل راهو معناها انت توا فما دي زاجونس دو كوم في تونس دو تيلي دو ويب ماركتينغ سامحني تمشي تخلصهم يعملوك بيب سبونسوريزي معاك معاك ما لا لا نحكي لك انا على استهداف الناس نحكي لك على استهداف الناس واستهداف الاحزاب والاستهداف رياضه وطنيه اي لا الاستهداف راهو حتى تحيا تونس مستهدف صحيح مستهدف والقيادات نتاعو مستهدفه ورئيس الحكومه مستهدف وعندكم زاد دي فيديو زدكم تقول المونتاج معناتها مونتاج ولا وصل في وقت من الاوقات انه لي مونتاج ولي فيديو ماهمش مخدومين في تونس اصلا معناتها لهنا تجي تشوف ونلقاو غرف عمليات تدار من خارج تونس لضرب تحيه تونس ولضرب العديد من الاحزاب الاخرى مش نقول احنا معناتها بورسو فيكتيميسي ولا لا معناتها مش حط على المرزوقي لا لا كلها مع الاسف يا محمود ما تحتكرش كلمه ما تحتكرش كلمه خلينا نمشي سي محمد لانه للاسف مع الاسف عربيه يلزمنا يا عربيه يلزمنا نقولوا راهو العقليه ذي راهو يلزمنا نقطعوا معاها كيفاش تقطعوا معاها تكتشفوا انه اكثر الاحزاب اللي تستعمل في الوسائل هذه مش احزاب هي صفحات تبدا مواليه مش احزاب هي صفحات مواليه ما تعرفها صفحات مواليه كي تقرا تفهم تابع شكون مش تابع شكون وانتم عندكم انتم اليوم قيمة قلت لك عندكم الاغلبيه اخرى فما احزاب اخرى اليوم في الصفحات اللي قاعده فما احزاب اخرى عندها قال لك انتم خذيتوا فلوس ساعه في وقت لا 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 سنة من 2011 ل 2014 انا والله تجن العباره هذه سهله شوف هي وسيله تاعكم قويه برشا تجي تقول فاسد يقول لك كلنا فاسدون باهي قوية برشا حما نقول لك حاجه انا تحكي بكريك على السبير والتيار التيار الديمقراطي ما عنده حتى لقب بالسبير التيار الديمقراطي اليوم فيه 10000 مخرط تاسس ب 100 شخص ثلثهم فقط كانوا في السبير القاعده الاولانيه ما تعيطوش جماعه السبير يجوا معكم اللي استقالوا جا وحده مرحبا لا تضرب اصحابك لهم يحزنون هذا للتذكير انا موجود في القياده نتاع الحزب هذاك في ماي 2012 اول ما وصلت له سويت له كل وضعيته ما نعرفش وما نعتقدش وبالكل معناها كونه كانت فما كمل الفكره فما فلوس مشبوهه ولا غير سنة حتى في اللحظه اللي انا خرجت بعدها سمعت لهم اخذوا مساعدات خذوا اما نقول لك مساعدات مساعدات وتبرعات وفما ناس فربما مش مهم كمل الفكره عايش مخارج. مخارج. مخارج لا انسى حكيت ما يعملوهاش وقتها انا موجوده تقول لي من بعد هو قال لك على الفتره اللي انت فيها موجود هو جوستومون يحكي الفتره انا موجود هذاك انا نحب نجاوب دخلني في السبير ايوه انت كنت وزير انا موجود اي وزير اللي كان عندي زاد انا نشوف الحسابات وقتها جيت انا عملنا الكرني واللي قلنا امورنا وهبطنا حسابات وجبنا صحفيين وعملنا ندوه والحزب تو كيما تو التيار الحزب الوحيد اللي ينشر قبل ما يتعمل التيار كان السبير وقتها انا وليت الامين العام تاعو هو الحزب الوحيد اللي ينشر ما ضاعت وقتها ضاعت كرة لا عاد قبل ما نجي الكرني خليك جيت انا عملنا كرني ومؤشر ومور مريقله وعملت ندوه صحفيه وجا وضاع راه سرقوه هو لاخر كمل لك الفكره ضاع والله ما نعرف شكون اللي ضيع واحد من الحزب سيرت مو سرق ونقولوا بكل وضوح راهو مشاكل الحزب ياسر ما نعرفش ما تهمت واحد يسرق في تاع حزب يسرق في دفتر تاع سمحني سي معز زمان حاسبني على التيار فما بيسيات وفما كونتابيليتي نزلنا في دفتر ما تحاسبنيش على احزاب اخرى ربي يخليك انا خروجي الحزب كان موضوع تفكير بيني وبين اصدقاء هذا مشروع لن ينجح يجيو نبنيو على الصحيح وبني التيار الديمقراطي على الصحيح اليوم ما يتجرح حتى تونسي يجي يقول تمويلكم فيه شبهه اللي قال داير الوحيد هو على قريب شيخ فهم من القضاء باش يقول لنا شنو الدليل لحظه برك كملك الفكره الفتره اللي انا موجود ما باش نقول لك حاجه فما مره مجلس وطني ونحن في الحكومه يجي وراه الناس حبوا يعطوا تبرعات انا سميها رشوه في مجلس وطني احد وزراء سبير قال راهو خذاو علينا 50% في النوز الغدوه باش نعملوه قلت علاش خذ علينا 50% قال راهو عنده يجي للاداره وعنده قضيه وكذا بطلنا المجلس الوطني نقلنا الوتي الاخر خذينا فيه قرار دعيت مكتب سياسي اي واحد
يجي يقضي قضية إدارية عند وزير من وزراء سبير ممنوع تقبل منه تبرع ولا أي خدمة كانت. هذا اللي صار في عادين. أتحدى أي تونسي بداخل سبير ولا غيره يقول لك العكس وقتنا موجود. واضح. بعد ذلك سي محمود بينه وبين السبير. سي محمود سيح قال لك في باله يعرف الفلوس أموال طائلة. وحاجة أخرى أموال طائلة بالخارج. أموال طائلة في الفترة اللي أنا موجود مانيش طرطور راني معناها أمين عام راني نعرف صحيح ماهيش لاهي بالمسائل المالية وفقت بحاجات تجاوزات في أمور مالية ما يحطوهاش في كراسة في كذا. هذا يسار. أما تجي تقول لي أجنبي تي هو بالله شو تو هو الغلطة فاش؟ علاش نحكي لك على الكوبمون؟ اللي عنده فلوس يبان عليه المقر هذا بقداش المقر هذا بقداش ما عملتش حساب إيش نهار شد كالكولاتيس تحسب قداش مصاريفهم راهم. والمناطق اللي فيها المناطق اللي فيها المكاتب نتاعهم. أما لا لحظة في نفس الإطار لحظة هاي المكاتب نتاعنا وين؟ تبي شوية باش نسألك سؤال في وسط البلاد سؤال في نفس الإطار نتاع التمويلات وصبر الآراء وتحيا تونس. انت قلت في فيفري درنيرمون في لقاء صحفي قلت اللي تحيا تونس بعد انتخابات 2019 حسب معطيات صبر الاراء هو الحزب الاول. اي في فيفري سي الباجي قايد السبسي في المؤتمر وقت اللي القى الكلمه نتاعو في مؤتمر النداء قال كلمه صبر الاراء بتهكم وعمل اشاره بايده كانه يقول اللي يحسب وحده يظله. لا ولا حاب يقول حاجه اخرى. شنو زعم؟ اللي هو مستانس بالعمليات نتاع صبر الاراء هذه معناتها ممكن هذا ايش نفهم انا ولكن اليوم كيرا الصحف ويرا العمليات نتاع صبر الاراء والله كان جي من مؤسسه واحده نجم كل انت عندك ثقه في الشركات اللي تعمل صبر الاراء معناتها والله تقول لي مؤسسه واحده احنا تو ولينا في تونس كل ما يراه صبر الاراء يقول لك الزرقوني ما يعرفوش عليه لا احنا لا يقول لك يلزم القانون معناتها بشويه يلزم قانون ينظمهم يلزم قانون ينظمهم راه غدوه الشنوفي نجم يحل شركه نتاع صبر الاراء الشنوفي وكل شهر يعطينا النتائج نتاعها. نقول لك اكثر من هكا انا حليت شركه نتاع استشارات كلمت الكونتابلي نتاعي باش يحل الشركه لانه هذيك خدمتي انا. جاب لي في الشركه سي محمد وقت اللي خذا لي الواحد نلقاها فيها تنجم تعمل صبر اراء. حتى نضحك نهار نوريها معناتها بعمليه بسيطه نلقى روحي عندي شركه بتاع صبر اراء وانا عمري ما عملت صبر اراء. هذا دليل على عدم مصداقيه الاحصائيات اللي كانت هكا. لا توا ما نقعدوش نركزوا من الموضوع من السبونسورين قال لك صبر اراء احنا نرجعوا للموضوع. كنا نحكيوا على الفلوس كنا نحكيوا حاجات ما اكثر. هي هيثم مش بشرطه هي وقت انت توحي للمشاهد ولا للمواطن التونسي انه تحيا تونس لولا والنهضه لولا ولا الحزب الفلاني لولا انطلقنا احنا معز ماهيش ما تاثرش كما تاثر التمويلات عربيه دقيقه ومحمود دقيقة وزمني باش نقدم شوية هاي باش نزل في ثانية معناتها راهي مش مؤسسة بركة نتاع صبر أراء عندنا ثلاثة لا معترفة عندنا ثلاثة مؤسسات نتاع صبر أراء وتعطي في نفس الإحصائيات بنسب هو كان ما جيتش دكتاتور سير لي كان نداء تونس راني عندي ثلاثة شقوق معناها ثلاثة من الناس